السلام عليكم، وياكم محمد الحداد. هذا هو الانفينكس زيرو اكس برو، احدث هواتف انفينكس المتوسطة. الجهاز اللي راح يتوفر بنسختين، الزيرو اكس راح يكون سعره $250، واللي امامكم اللي راح يجي مع 8 جيجا بايت رام وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، زيرو اكس برو راح يكون بسعر $315، يعني نتكلم عن 465,000 دينار عراقي. وداخل العلبة راح تشوف الملحقات اللي امامك الان، فعندنا الجهاز شخصيا مع كفر من الجلد جميل جدا، وايضا سماعات راس لانه الهاتف عليه منفذ 3.5 ملم، واخيرا الشاحن السريع الممتاز اللي يجي بقوه 45 واط مع الكيبل بكل تاكيد. الان واحده من اكبر الاشياء اللي راح تجذب انتباهك بهذا الهاتف هو شكله وتصميمه، وصراحه بهذا الجانب انفينكس لعبتها صح غير عن الجوانب الباقية. فعندنا ظهر زجاجي بشكل غريب أول مرة نشوفه، بحيث من المنتصف عندك مثل الشريط العريض اللي من تعكسه راح تشوف الشذرات الصغيرة هذه اللي مفروض أنها تحاكي شكل النجوم والمجرة ومظهر السماء، لأنه هذا الهاتف راح يمكنك أنه تصور القمر إذا كنت مهتم بتصوير القمر. فنعم، هذه الصور راح تكون من الزيرو اكس برو. الكاميرات عبارة عن طبقتين هنا بارزة بشكل واضح، وعليها بعض الكتابات لأرقام الكاميرات اللي راح نرجع لها بعدين، والفريم جاي شبه الفلات تقريبا مسطح. تمنيت بس لو كان معدن كان شفنا شيء تحفة فعلا من انفينكس. من الجهة الأمامية عندك بصمة إصبع تحت الشاشة، استجابتها بأول يومين استخدمت بي التليفون كانت سيئة صراحة، لكن حسيتها بمرور الوقت بعد ما سويت إدخال للبصمة مرة ثانية وغيرت الأنيميشن تغير مستواها وصارت أسرع وأفضل بمراحل من أول يومين استخدام. لكن مع ذلك ما أقدر أخليها بمقارنة مع بصمات أوبو وون بلس وفيفو ضمن هذه الفئات السعرية. طبعا البصمة هذه راح تكون ضمن الشاشة اللي تجي بدقة Full HD Plus مع حجم 6.67 انش وبمعدل 395 بكسل لكل انش ومع تردد 120 هرتز. اول مرة نشوف انفينكس تنطينا اموليد و 120 هرتز، امر مشجع انه الشركات اللي تعتبر حديثة العهد بدأت تهتم بالمنافسة ومتطلبات السوق وشنو الاشياء اللي قدمها المنافسين. الشاشة بكونتراست جيد جدا بالوان جميلة وما عليها هواي كلام، هي تقريبا على كفة واحدة مع بقية هواتف هذه الفئة. الآن نبقى مع المميزات في الانفينكس زيرو اكس برو، والحديث هنا عن تجربة الكاميرات. فمثل ما قلنا انفينكس استخدمت أشياء جديدة بالنسبة لها وبالنسبة لهذه الفئة السعرية. فمثلا مع ال 108 ميجا بكسل الحساس الرئيسي راح يكون عندنا عدسة بيرسكوب تيليفوتو 8 ميجا بكسل تنطيك 5x اوبتيكال زوم، تقريب بالعدسة 5 مرات بدون ما تخسر الدقة. وأيضا العدسة الأساسية أم 108 ميجا بكسل هنا راح يكون بها OIS تثبيت صورة بصري. فشي حلو بهذه الفئات أنه نشوف موضوع البيرسكوب، وأنه عندك أوبشن من العدسة الألترا وايد إلى العدسة الأساسية إلى عدسة البيرسكوب، وانت بمكانك تقدر تتحكم بزاوية المشهد وتاخذ اللقطة المناسبة، بل تقدر توصل حتى 60x ديجيتال زوم، ولكن وقتها راح تبدي تشوف النويز وكواليتي اقل بكثير. لكن اذا تحب ارجع شوية الى ال 40x يمكن تكون الصورة مقبولة اكثر وبها تفاصيل افضل. لكن مشكلتي مع الصور اللي كانت تطلع من هذه الكاميرات بهواي امور، مثل اماكن الشادو، التعامل مع الهايلايت، واشياء ثانية مثل الوايت بالانس. الآن الغريب أنه انفينكس تحتاج ضبط لهذا الجانب أكثر بمعالجة الصور. ليش أقول غريب هنا؟ لأنه الصورة ده تطلع جيدة أوكي، ولكن إذا تسوي لها شوية تعديلات على أي برنامج تعديل صور فراح تاخذ نتيجة ممتازة جدا. هالأشياء انفينكس تحتاج أنه تشتغل عليها أكثر بالمستقبل، وطبعا قدامكم النتيجة قبل التعديل وبعد التعديل والفرق بهواي تفاصيل بالصورة. فنصيحة، إذا حاب تاخذ أقوى أداء بالنسبة لمستوى الصور من الكاميرات الموجودة هنا، حاول تعدل على الصورة شوية وتلعب بالهايلايت والشادو والتفاصيل الثانية وراح تاخذ صورة ممتازة. أما الكاميرا الأمامية فكاميرا واحدة 16 ميجا بكسل الـ HDR شغال بها بطريقة حلوة مثل ما تشوفون. إذا تريد صورة بتفاصيل أكثر حاول أنه تطفي البيوتي مود حتى تاخذ حدة أكثر وتبتعد عن الصور الممسوحة اللي تكون بدون تفاصيل. طبعا من الاشياء القويه بهذا الهاتف هو موضوع الشاحن. نتكلم عن شاحن 45 واط داخل العلبه،
راح ينطيك سرعة جيدة جدا، تقريبا خلال ساعة راح يشحن التليفون بشكل كامل، ومع البطارية 4500 ملي امبير راح تاخذ بحدود 7 ساعات سكرين اون تايم، رقم ايضا يعتمد عليه. فمع البطارية والشحن ما عندنا مشاكل هنا بالزيرو اكس برو. هسه اكيد راح تسأل عن الاداء والمعالج مع هذا الهاتف اللي مثل ما قلت يجي بسعر $315 بشكل رسمي في السوق العراقي. فهذا الهاتف راح يكون عليه معالج متوسط من ميديا تك الهيليو جي 95 مع 8 جيجا بايت رام و256 جيجا بايت ذاكرة تخزين. معالج متوسط جدا معناها اداء متوسط، خصوصا في موضوع الالعاب ببجي راح تشتغل على الاتش دي مع فريمات بحدود الاربعين فريم، فيعني تقريبا هذا المعالج شفناه كذا مرة حتى من انفينكس نفسها وبتليفونات مختلفة من عندها، وهذه المرة استخدموه مع الزيرو اكس برو. ومع تسمية البرو كانت عندي امنية انه اشوف شي برو اكثر، كونك بالنهاية دافع مبلغ محترم. مع ذلك احترم جدا شغل انفينكس على تفاصيل صارت مهمة بهذه الاجهزة، مثل موضوع مستشعر التقارب، حساس البروكسيميتي سنسر بالمكالمات، شغال 100% وما راح يكون عندك مشاكل اللمسات الخاطئة مثلا وانت تحطه على اذنك اثناء المكالمات. اللي مجرب واجهة انفينكس قبل سنتين او اكثر يعرف التطور اللي صار بهذه الواجهة، التغييرات الكبيرة اللي سوتها انفينكس بواجهتها حتى تواكب الاشياء الموجودة. نعم لحد الان عندك اعلانات منا ومنا، نعم اكو تطبيقات مثبتة هواي ما احسها مهمة، بس بالنهاية كتصميم كقوائم كمظهر عام اقتربت هواي من الواجهات الثانية اللي نقدر نعتبرها مستقرة ومشاكلها قليلة. فأخيرا وليس آخرا انفينكس زيرو اكس برو، شنو ملاحظاتي عن هذا الجهاز بعد فترة من الاستخدام؟ أشياء تمنيتها تكون موجودة وأشياء أيضا أخرى ممكن نعتبرها كعيوب. أولا العيب الأول والأكبر بهذا التليفون هو عدم وجود ستيريو سبيكر. عندك سماعة واحدة مونو صوتها متوسط، وهذا الشيء مرفوض تماما بتليفون سعره $315. الغريب انه انفينكس اساسا من الشركات اللي نضرب بها المثل من زمان بتليفونات تحت الفئة المتوسطة حتى كانت تقدم بها ستيريو سبيكر، فما اعرف ليش بالفئات اللي اعلى من فئة النوت انفينكس ما تحط ستيريو سبيكر، وراح نشوف بعد فترة تواجد سماعتين ستيريو بسلسلة النوت الجديدة. النقطة الثانية من الأشياء اللي تمنيتها تكون أفضل وأتمنى انفينكس مثل ما سمعت وحسنت بهواي جوانب، أنه تسمع أيضا وتحسن محرك الفايبريشن وتحط شيء محترم أكثر ينطيك نقرات أكثر سلاسة وهزات تختلف عن الهزات اللي موجودة هنا. ثالثا وأخيرا وحتى نختم الفيديو، تلفون مثل هذا بكم شغلة أول مرة أشوفها من انفينكس وأول مرة أشوفها بهذه الفئة، موضوع الزوم اللي يعتبر حكر على الهواتف الغالية، مواد التصنيع الممتازة، الشكل والتصميم اللي راح يجذب انتباهك، الشاحن السريع وقوة البطارية، ومع الشاشة الأموليد اللي تجي برفرش ريت 120 هرتز. فهذه هي خلطة انفينكس. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات بالأسفل، أكيد حاب أعرف آرائكم خصوص هذا التليفون، وطبعا إذا استفاديت لا تنسى الدعم والمتابعة على فيسبوك انستغرام تليجرام، كل رابط راح تكون موجودة بالأسفل. أيضا اشترك إذا ما مشترك، فعل الجرس حتى توصل الفيديوهات أول بأول. تحياتي، أخوكم محمد الحداد، في مهلا.